بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، السلام عليكم. رأينا في بداية حصصنا الأدبية منهجية أو نموذجا في تحليل نصوص أدبية، واليوم نحاول متابعة هذه المنهجية وتجسيدها ببعض الأبيات لشاعر من شعراء العصر العباسي، ألا وهو ابن الرومي. أولا، فيما يخص منهجية المواضيع، المواضيع الإنشائية، إنها تتغير. بالنسبة للموضوع العام فهي منهجية خاصة تعود إلى الطالب. أما فيما يخص تحليل الأدب سواء كان نصا شعريا أو نثرا، فالتحليل والمنهجية تكون هكذا، وسنرى هذا بعد قليل. أما إذا كان النص متبوعا بأسئلة فلنتقيد بالأسئلة ونركز عليها بعد أن نأخذ بعض العناصر من هذا النموذج أو هذه المنهجية. ما هي هذه المنهجية؟ بصفة سريعة، حينما نحلل نصا وننقده، لنا أولا التمهيد. والتمهيد هذا يكون غالبا في المواضيع الأدبية العامة. أما فيما يخص التحليل، تحليل النصوص، فنبدأ بصفة مختصرة بحياة الكاتب أو الشاعر، ثم نتكلم عن عصره، إذا كان عصر ازدهار أم عصر ضعف. إذا كان عصر ازدهر واشتهر بالثقافة والنشاطات العلمية أم غيرها. ثم ثالثا، ميزة الشاعر أو الكاتب، بمعنى بماذا ابتاز به، وخصائصه الفنية في الفن الذي ينتمي إليه، إذا كان شاعر المدح، شاعر الوصف، أو شاعر الزهد إلى غيره. هذا في المقدمة. ثم لنا نقطتان أساسيتان، وهي نقد المعنى ونقد المبنى. فنقد المعنى، لنا أولا استخراج الفكرة العامة أو الفكرة الرئيسية، ثم ثانيا الأفكار الثانوية أو الجزئية، ثالثا الصلة بين الأفكار الثانوية والفكرة الرئيسية. وهنا يدخل في هذه الصلة الموجودة ما بين الأفكار عمل العقل أو الخيال أو الإحساس، أو العقل والخيال معا، أو العقل والإحساس أو غيرها. إذن فلا بد أن نميز هنا النص إلى من ينتمي، ما هو الشيء الذي يسيطر عليه من هذه العوامل الثلاث، مع الاستشهاد. أي نستشهد، قال هنا مثلا الشاعر أو الكاتب له أثر، أو للعقل أثر كبير في نصه، أو للخيال تأثير كبير، أو للإحساس تأثير كبير. ثم ختاما لنقد المعنى، لنا قيمة المعاني. ما هي هذه المعاني؟ هل هي لها قيمة عالية، قيمة تاريخية، قيمة أخلاقية، قيمة علمية إلى غير ذلك؟ نقيم هذه المعاني بتقييم النص قصيدة أو نصا نثريا. بعد أن ننتهي من هذا الجزء ننتقل إلى المبنى، والمبنى كيف بنيت عليه هذه القصيدة من ناحية الشكل ومن ناحية اللغوية إلى غير ذلك. ونقول أولا نوع الإنشاء. الإنشاء أي اللغة والعبارات وغيرها، هل هو إنشاء بسيط متوسط أم عالي؟ هل يوافق هذا الموضوع من هذا النوع من الإنشاء موضوع النص أم لا؟
ثم لنا العبارة، هل هي طويلة أم قصيرة، حسنة التركيب أم معقدة. ثالثا الألفاظ، وقعها على السمع من ناحية هل يشمئز منها الإنسان حينما يسمعها أم يستلذها ويستحسنها، وهنا تدخل النغمات الموسيقية. هل حسنة، سهلة أم غريبة، حوشية، أنها ألفاظ غريبة. وهل توافق المعاني، هل تم انسجام ما بين الألفاظ والمعاني. ثم نتطرق إلى ناحية البلاغية، ولنا أولا البيان، ونبحث عن الاستعارات والمجازات والكنايات والتشابه إلى غير ذلك. ثم نبحث عن ضروب البديع اللفظية والمعنوية، وما هي قيمتها الفنية. وأخيرا الحكم العام على النص مع إبراز محاسنه ومساوئه. هذه هي أعزائي الطلبة المنهج العام الذي سطرناه، ويستطيع الطالب أن من خلاله أن يبرز ثقافته وميزته الشخصية. ولتجسيد هذا المنهج اخترنا بعض الأبيات لشاعر من شعراء العباسيين، من الشعراء العباسيين، وهذا الشاعر هو ابن الرومي. لماذا اخترنا هذا النص؟ اخترناه لغرضين، غرض عاطفي وغرض فني. يقول ابن الرومي في هذا النص، في هذه المقطوعة: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي. ألا قاتل الله المنايا ورحيها من القوم حبات القلوب على عمدي. توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجاهد عن حمرة الورد. وظل على الأيدي تساقط نفسه، ويذوي كما يذوي القضيب من الرمل. هنا حينما نعود إلى هذه الأبيات إخواني الطلبة، نرى بأن الشاعر ابن الرومي يرثي ابنه الأوسط هم، ويبكي عليه ويخاطب عينيه ويقول لهما: جودا بالدموع ولا تتوقفا، فإني قد فقدت شبيهكما ونظيركما، ألا وهو ولدي. ثم نرى هنا كيف ينقم على المنايا وعلى المخاطر وعلى الهلاك الذي أدى، وعلى الموت الذي أصاب ابنه. ثم يقول: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، كذلك اختار وقصد الموت. من جملة ما قصد، من قصد؟ قصد أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، كيف اختار من هؤلاء الأولاد، اختار ولدي الأوسط. ثم قال: ألح عليه النزف حتى أحاله. ثم كيف وصف لنا الشاعر كيف كان ابنه يموت على سريره، ويقول: حوله الموت أو أحاله من حمرة الورد، بعد أن كان أحمر، لونه أحمر كالورد، أصبح أصفر كالجادي أي كالزعفران. ثم يقول: وظل على الأيدي تساقط نفسه. نرى هذه الصور
كيف كان يتداوله الناس بين أيديهم، وكيف نرى نفسه تتساقط شيئا فشيئا وتذبل شيئا فشيئا، كما يذوي وكما يذبل قضيب الرمل الذي هو نبات معروف عندنا. إذن إذا طبقنا هذه المنهجية إخواني الطلبة على هذا النص، نبدأ أولا بحياة الكاتب أو الشاعر في هذا المجال. من هو الشاعر؟ الشاعر هو ابن الروم. متى أين عاش؟ عاش في العصر العباسي في القرن الرابع الهجري. هذه حياته بصفة مختصرة، وهنا لكم كتب في الأدب تبحث عن حياة، تتكلم عن حياة الشاعر. ثم عصره، هل هو عصر ازدهار أم عصر ضعف؟ ونحن نعلم أن ابن الرومي عاش في بغداد ونشأ فيها حينما كانت بغداد عاصمة العلم والنشاط الثقافي، وكانت محجا لكثير من العلماء والمفكرين. ثم نتكلم وميزاته، نتكلم عن ميزاته بماذا امتاز. أولا من ناحية، لا يخفكم أن ابن الرومي عاش هذه الفترة وكان من شعراء التكسب، كان له شعر هائل في هذا المجال، لكن لم يحظى بشعره هذا ولم ينل أي حظ عند الأمراء والخلفاء، وبهذا السبب أصابه فشل ويأس وأصابته نكسة، زيادة عن النكسة التي أصابته حينما فقد كثيرا من أهله. خصائصه الفنية، أولا اتصف بماذا؟ بالوصف، وقيل إنه كان شاعر الوصف، وكان يصف ليصف كما نقول نحن الفن للفن. ثم ننتقل إلى القصيدة ونقول أولا ما هي الفكرة التي تتجلنا من خلال هذه الأبيات بعدما قرأناها. الفكرة الرئيسية التي تتجلى لنا هي التياع الشاعر بموت ابنه الأوسط. ثم الأفكار الثانوية، أولا مخاطبة الشاعر حينما يقول بكاؤك ما يشفي وإن كان لا يجدي، هنا يخاطب عينيه، مخاطبة الشاعر عينيه، ويطلب منهما المزيد من البكاء. الفكرة الثانية نقمته على الموت. الفكرة الثالثة كيف توخى هذا الموت أوسط صبيته، ونحن قرأنا في الشعر عند زهير بن أبي سلمى حينما يقول رأيت المنايا خبط عشواء من تريد، وهنا الشاعر يقول لا، إن الموت قصد ابني وخصوصا ابني الأوسط. ثم يبين لنا هذا التلون، هما تلون ابنه في وقت الموت من الأصفر إلى حمرة الورد، بعد أن كان، أو من الأحمر إلى الأصفر عكس، يعني حينما كان أحمر، حينما كان حيا وكان لونه أحمر، كيف انتقل لونه إلى الأصفر. إذن هذه هي الأفكار، إذن مخاطبة الشاعر عينيه، ثم نقمته على الموت، ثم وصف ابنه وهو أنها يلتوي عند الموت. الآن هل توجد ثم نقرأ الصلة بين الأفكار الثانية والفكرة الرئيسية؟ نعم، الفكرة ثم صلة وثيقة ما بين الفكرة التي هي التياع الشاعر وتحصره عن فقدان ابنه، والأفكار الأخرى هي التي ساعدت على إبراز هذه الفكرة الرئيسية، وهي أن الموت كيف أحال ابنه وكيف ظل ابنه يتداول ويتساقط كقضيب الرمل. ثم لنا عمل العقل والخيال والإحساس.
هل لنا في هذه القصيدة مجال للعقل؟ لا، العقل ليس له عمل بالخصوص في ميدان العاطفة. الخيال ضئيل، لكن لنا الإحساس، فالشاعر حس كان يحس إحساسا قويا نحو هذه المصيبة التي أصابت ابنه، والدليل على ذلك هنا نقمته على الموت، وكأنه والإنسان يصبر حينما يصاب، هم إذا أصاب بمصيبة فإنه يصبر لها، ولكن هنا كأنه ينقم على الموت. كيف اختار ومن الأولاد كلهم اختار ولده الأوسط الذي كان يحبه يمنه؟ ونحن نعلم إخواني الطلبة أن الإنسان يحب جميع أولاده، ولكن حتى وأن الموت مس الأول أو مس الأخير، فإن على كل حال فإن الكاتب أو الشاعر لا بد أن يجد مبررا لينقم على هذا الموت. ثم إذا قلنا هنا قيمة المعاني، ما هي قيمتها؟ نعم، هنا قيمة فنية أو قيمة عاطفية، أن يعني الكاتب كان يبين لنا إحساس إنساني بشري نحو موت ابنه. ثم القيمة يعني به هو يبين أن كل إنسان إن فقد له شخص فهو يحس كإنسان. بعد أن انتهينا من نقد المعنى، الآن ننتقل إلى نقد المبلغ. كيف جاء الإنسان؟ هل جاء بسيط أم عالي؟ نعم، نستطيع أن نقول بأن الشاعر كان إنشاؤه عاليا. لماذا؟ لأنه لم يختار إلا الألفاظ الموحية القوية المعبرة. هل يوافق هذا النوع من الإنشاء؟ نعم، يوافق هذا الموضوع، إن الموضوع هو رثاء، واختار كلمات كبكاء، كجودة، كقاتل الله المنايا، حبات القلوب، حمال موت أوسط سبيتي إلى غير ذلك، ثم النزف، ثم تساقط الأيدي، يذوي كما يذوي، وهي كلها عبارات توحي إلى الموت. ثم العبارات هنا في هذا النص، العبارات هنا في القصيدة نجد كثيرا، هذه العبارة الطويلة من القصيدة نجدها في النثر، قليل ما نجدها في الشعر إلا عند القليل. حسنة التركيب، نعم، فهي منسجمة، طارة يقدم الاسم وطارة يقدم الفعل. الآن وقعها على السمع، وهي إذن فنقول إن العبارة يعني به كانت يعني به حسنة. الألفاظ وقعها على السمع، كلها هذه الكلمات التي اختارها الشاعر كلها مؤثرة على نفس الإنسان وإحساسه. ولهذا إذا جاءت سهلة ليست غريبة، وهي موافقة للمعاني. من ناحية البحث عن الاستعارات، من ناحية البيان، في الحقيقة هنا قال الشاعر: وإن كان بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي فجودا، يخاطب عينيه من جهة، ويشبه ولده بعينيه حينما يقول نظيركما، وأصبح ابنه بمثابة عينيه، فكأن الشاعر أصبح أعمى بدون عينين حينما فقد ولده. ثم ننتقل إلى ضروب البديع اللفظية والمعنوية. أولا حينما نراجع القصيدة نرى بأن الشاعر استعمل هنا كلمة العينين وكلمة نظير، ثم استعمل كلمة أوسط صبيتي، وقابلها بواسطة أو وافقها بواسطة العقد. ثم هناك نوع من الطباق من صفرتي إلى حمرتي إلى غير ذلك من الضروب البديعية اللفظية أو المعنوية. لكن في الخلاصة ماذا نقول؟ نقول بأن هذه القصيدة هي صورة حية عن الشاعر ابن الرومي، وهي في الحقيقة واقعية وتثير الإحساس والعاطفة أكثر مما تثير الناحية العقلية وغيرها. إذن إخواني الطلبة، بصفة عامة وموجزة، هذه هي المنهجية التي يجب على كل طالب اتباعها
في نص إذا لم يكن متبوعا بأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله.